سيخرج الان السعدي زيداني وبربي باش نخرجوا بالكهرباء نتاع اي اف ام هكا ولا ايه باش نولي جست باش نوضح للراي العام مش هيروح لوتر بيان سير بيان سير فما غنيه نحب شيء نسمعها كي راح الغالي لا سيدي لو كان ثم مواطنين يسمعوا فينا يحبوا يرافقوا السعدي زيداني وصلوه شويه معناتها على ابواب يعني قرطاج بي 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 السعدي زيداني في طريقه الى قرطاج يعني الى القصر مبروك تهانينا السعدي زيداني يعيشك جعفر انا ماشيين احنا في رحله محفوفه محفوفه المخاطر خذيت كروسون ولا خذيت يا اخي باش نزلوا لك كروسون هو باش تمشي إيه هو يا خويا هذا يحب يورطني بين الليل باش يرجعني من هنا من مورون بوان اصابك عشق امر ميت باسهمي فما هذه الا سجيه مغرمي الا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغمي والله قسما بالله لو تستطيع يعني تسكر الراديو ولا تسكر القصر تعمل حاجه ليكول قصر عالي اقبل كل شيء انا نحب نشكر الامن الرئيسي كل يعطيه الصحه معناها بالحق ويسمعوا فينا ومعناها ويحييكم فردا معناها بالحق معناها شباب احنا دخلونا معناها بطبيعه الحال ثم اجراءات جعفر امنيه نعرف السعدي نعرف بطاقه تعريف كذا معناها الناس كل سمعت بدي فيه كل شيء معناها فهمت دخلنا استنينا السيد الرئيس هو كان في اجتماع معناها فهمتني اما الاجتماع نتاعو مطول شوي اي بابا السعدي بسير نستناه ونحكيه مع الادارات الكل الموجودين غادي الكل اي بابا السعدي قالوا معناها كدينا رونديفو باش نقابلوه أيوة. اما جبنا الكرواسون معنا معناها اللي عطاونا الكرواسون أيوة. او عندي فهمتني أيوة. وهذاك اللي صار وتوراني انا يا جعفر معناها ما نجمش نحكي برشا فهمتني اي فهمتك خاطر مازلت داخل بعد شوي فهمت السعدي باش تقعد غادي لن تغادر لن تبارح ستلاقي رئيس الجمهوريه يا معلم اكسبنا الرهان اكسبنا التحدي حلقة غير عادية والله صباح خير سعدي زيداني صباح السيد سعدي زيداني صباح سيدتي إنها حقيقة وليس بخيال سيد الرئيس صباح الخير صباح النور سيد الرئيس كيف الحال سيد الرئيس باقي طلع حكي